عسلامة مدام. عسلامة مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. قدم لي روحك. ريم عبيد. نسكن في بن عروس، 35 سنة وصحفية مراسلة في جريدة القرار. مرحبا بك. نحكيه اليوم عن الأمهات العازبات ونظرة المجتمع القاسية لهم. شوف، هو نظرية الأمهات العازبات في وقتنا توا بدات بشوي بشوي تنتشر. السبب الوحيد هو انفتاحنا على الغرب. دونك الجروبات تحلت، الفيرتويل في الغرب عادي برشا انك تعمل غولاسيون وتعاشر بعد تعرس ويقعد كيكه ما بيناتكم غير صديق عادي. في تونس ما تتقبلش على خاطر العائلات التونسيه حتى كي تتفرج كيما هكا تولي تهل عينيها على صغارها اكثر. فهمت؟ نجيو المنطقة تكونوا انه صايي الحالة موجودة. فهمتني؟ يعني ترى الام العازبة هذه باش يصير لها اهمال من العائلة، دونك باش تخرج شكون مصيرها في المجتمع، ويعني ترى من بعد باش تنجم تقيم بروحها وتقيم بالبيبي اللي معاها اي ولا لا، ويعني ترى هل الاب باش يكون عنده الكفالة للصغير هذاك والا باش يسيب ويمشي على روحها تكون هي مسؤولة وحدها. في الوقت هذاك لازمنا نخلقوا حاجة اسمها منظمات او جمعيات تتكفل بالحاجة بالناس هذوما اذا كان باش تولي ظاهره منتشره. فهمت؟ لكن هذا ما يمنعش ان احنا ناخذوا بارتي قبل ما نوصلوا ان تنتشر الظاهره هذيا، اللي نعملوا حتى على وسائل الاعلام ولا حتى على المنظمات ولا حتى كتظاهرات مساله توعيه. يعني انك تعمل غولاسيون وانا نوعيو بناتها حتى في ذاك العائله او على نطاق المجتمع في راي العام، نوعيو بناتها انك تدخل غولاسيون تعرف وين توصل بالضبط، تعرف انها علاقتها مع الشاب هذيك اذا كان باش توصل للزواج او ما توصلش للزواج، تعرف انها ما تفرطش في روحها، تعرف انها انك تحب تبارتي بالعقل شويه وبعتي في القلب شويه، خاطر انك تجيب صغيرها ما هي سهله، انت حتى تربي حيوان في الدار تحل فيه. دونك الظاهره نحاولوا ان بالمقدورنا انه ما تنتشرش، لكن اذا كان انتشر لازم نوقفوا لها نعملوا وعي. كي نحكيو على دور المنظمات والجمعيات، شوف في الوقت الحاضر ما تصورش اللي فما منظمات او جمعيات بالاختصاص هذا بيغ، معناها كهو. فهمت؟ معناها باش تجي منظمه تقول لك انا راني مختصه، انا باش نكفل او باش نتعهد بالفصيله هذيا من الناس اللي هكا وهكا، لكن اذا كان توصل تنتشر باش تولي جمعيات ولا منظمات تتلاها بالحكايات هذيا. فهمت؟ ما نتصورش انه خاصة في وقتنا توا اللي كثرة الجمعيات. دونك كل واحد له اختصاصها، مثلا توا في الوقت الحاضر أكثرية الجمعيات سياسية بحكم بعد 25 جويي كلها سياسية. فهمت؟ قليل برشا باش تلقى اللي نتاع حالة إنسانية، وإلا خاطر أكثر حاجة خذت السكسية وقتها خالي نسمع. فهمت؟ توا الكل منصب للسياسة من بعد 25 جويي، من الأنصار حتى ولا من أبناء المشروع كله منصب إنه باش يعمل لما او منظمه او جمعيه للسياسه. انك تعمل جمعيه تحت اطار العنايه بالامهات العازبات ولا حتى بالاولاد اللي باش يجيو هذوكم، انا شكون باش يصرف عليهم الرعايه كامله حتى نفسانيا راهو. دونك الجمعيه في حد ذاتها ماهيش سهله، خاطر فما رعايه نفسيه للبيبي في حد ذاته، بس شكون باش تكتب التطور نتاعو والنمو نتاعو حتى اللي يقرا وكل هو رعايته النفسيه، شكون هو، شكون بابا، شكون امي. دونك مجرد انك تنشئ جمعيه مش ساهل، لازم تكون عارف وين ماشي بالضبط. ورعايه مش الام برك ومش الطفل برك ومش مجرد فلوس، راه خاطر هذاك باش يخلط مجتمع، لازم باش يعرف روحه في مكتب وفي ليسيف، دونك لازم يعرف هو شكون بالضبط. باش نحكيو توا على الابناء كيفاش يتلقاو نظرة من المجتمع. شوف الأم في حد ذاتها كي تبدا ماجوري فاكسيني قادرة إنها تواجه المجتمع بأنها ابن خارج منظومة الزواج، قادرة إنها تكون أم وأب في نفس الوقت، قادرة إنها تعمل لونتوراج لولدها إنه ما يوصلش إنه يكون عنده شخصية قوية يواجه بها العباد. أما كي تكون أم ماهيش قادرة كأنك جبت طفل لوحده. فهمت؟ معناها ديما نقولوا نحن العمدة في الأم في حد ذاتها، اللي تكون قابلة أنها تجيب صغير وتواجه الدنيا وحدها، خاطر أنك تكون أم عازبة وتفيق بروحك أونسان وتاخذ الديسيزيون أنك تجيبه للدنيا ماهي سهلة راهي. فهمت؟
دونك ديما يكون القرار الاولاني اللي هي اذا كان وصلت قررت مش طايح الصغير معناها عارفه نظريه المجتمع حاجه وعارفه اللي هي ما عندهاش القدره والصلابه انها تواجه الصغير وتربيه وتوصله وفي نفس الوقت عارفه انه انت راجل تاع الفامي ماهوش باش يقبل لك الحاجه هذيك لكن انك تكون ام قويه وتقبل انك تجيب صغير دونك قادره انها توصل. شوفوا برشا ضحايا من الامهات العازبات. شوف انك من الاول بالكل انك تكون ام عزباه وعارفه روحك انسان لازم تكون فما تاهيل من الاول بالكل يعني كي تبدا في منظمات وجمعيات قائمه الذات وقاعده تخدم وام عزباه تفيق بروحها انسان وتمشي قبل ما تجيب الصغير ياهلوها نفسانيا ويفهموها الجاي شنو وعلاش قادمه وشنو تعمل وشنو ما تعملش نتصور وقتها تاخذ الديسيزيون نتاعها تكمل ولا ما تكملش فهمت دونك نخمو اذا كان نعملوا جمعيه قائمه الذات انك تجيك الام وهي اونسانت تحس تاخذ التاهيل تاخذ الفورماسيون فهمت يعني ترى انت قادره انك باللي تقراه واللي باش تتكون فيه انك تواجه الدنيا وتواجه الصغير وتعرف الصغير ومتطلباته وانك راني باش نطيحه. المجتمع يقبل الام العازبه؟ شوف احنا ما زلنا توا بلوز او موا تفتحنا على الغرب رانا فهمت حتى في الجينيراسيون تاعنا توا ينجم ياخذك طفل عازبه من غير ما يقول لدارها فهمت ينجم حتى بلوز او موا ياخذها ام عزباء وحبلها وبعد كي يقول دار راهو ولدي معناها هي العلاقه بين الذكر واللمسه هما الزوز بالضبط اللي مش يقروا كي يعرفها هي شنو هي بالضبط فهمت تو نجم حتى برشا اسرار من الذكر والذكر واللمسه ما يعرفهمش حتى لو الاولياء فهمت انها تصارحوا هو يكمل في الموضوع لكن ديما نقولوا البلوبار عائلاتنا ما يقبلكش انك تاخذ طفل عمرها عزباء وعندها صغير فهمت ديما باش يقول لك ماهيش هي باش تربي لك صغارك مره اخرى ماهيش هي المراه باش تعمل عليها ماهيش غلطت معاك تنجم تغلط مع غيرك دونك مازلت النظريه هذيك ما عندناش المجتمع اللي باش تقول راه هي ضحيه مازلنا مشنا في الموضوع هذا راه ما عادش فما اللي الام اللي باش تقبل لك صغيرك يجيب لك امراه وجايبه صغير خارج اطار الزواج وباش تقبل اللي هي مظلومه فهمت دونك مازال ما عندناش النمط هذا في التفكير. كي نحكيو من الجانب الديني شوف هو من جانب الديني مرفوض كومبليتمون فهمت عند ربي هما يقول لك تحابوا تزوجوا فهمت لكن ديما نقولوا الصغير هذاك ما عنده حتى ذنب فهمت مادام وصل جاي فهمت ما تنجمش انت اذا كان وصلت وفقت بروحك قبل بمده انك تنجم تطيح الصغير هذاك قبل ما يتكون مش ما تكون جريمه زايده دونك تو بوغ لكن اذا كان وصل صاي كبر في رحمك ما عادش تجي تعطيه لازم تتقبل الموضوع. كلمه الختام. والله بالنسبه لي انا قاعده نشوف اللي المجتمع نتاعنا في الوقت الحاضر ما عادش متوازن سواء كنا في شبابنا ولا حتى في الاراء نتاعنا ولا حتى في المواقف نتاعنا ولا اللي ضدي عدوي نحبوا بعضنا نلموا بعضنا اللي شيء لازم نكونوا كيد في اليد بالرسمي.